بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء الأعزاء، صباح الخير. أردت أن أتحدث إليكم اليوم في موضوعين. الموضوع الأول خاص بنظام صرف العلاج والأدوية، والموضوع الثاني خاص بالوقفة التي أراد بعض الحاصلين على إجازة الحقوق تعليم مفتوح دون الحصول على شهادة الثانوية العامة، على اعتقاد منهم أنه يتعين علينا أو على النقابة أو علي أن أقبل طلباتهم، وهذا مخالف للقانون، وهو ما أطمع في أن أشرحه لكم. الموضوع الأول، أنا لازم يبقى واضح ليكم جميعا ما الذي استوقفني، والهدف الغاية من هذا التوقف ليس الممانعة أو إقامة عراقيل أو تعطيل صرف الدواء لمستحقه، بل هي ضبط الأمور لوصول الدواء إلى مستحقه. ليه؟ لأننا اكتشفت أنه الأمور ماشية سبهللة، بمعنى أن هناك ما يصرف لغير مستحقين ويترتب بالتالي خصم من رصيد المستحقين. اكتشفت ان في حالات بيروح زيد من الناس بذات الروشتة يصرف الدواء في اليوم الواحد 4 مرات. هذه حالات اكتشفتها، وهذا سببه ان المسائل ما هياش منظمة ولا منضبطة. يصرف الدواء 4 مرات عشان ياخده يبيعه خصما من رصيد المستحقين للعلاج الذين ربما لا يجدوا ما يكفيهم للحصول على العلاج اللازم. سألت ودعبست وشفت، لقيت المسألة ماشية سبهللة. يتقدم طالب الصرف الدواء إلى موظف في النقابة، وله موظف أو موظفين موازيين له في النقابات الفرعية، أو تحديدا في 25 نقابة فرعية من 27 نقابة فرعية. السيد الموظف المختص يقول له اوكي ويدي التعليمة ويسيب الروشتة معاه، ولا يأخذ لدي اي مستند يفيد ان هو ادى الموافقة على اساس ايه، يعني لا يمكن مراقبته طالما انه ما هوش تحت ايده ما الذي توسده او استند اليه في الموافقة. انا معرفش حاسبه، وياخد اللي الطالب ياخد الروشتة بلا اي ضوابط ويروح بها للصيدلية الفلانية يصرف الدواء، واذا كان حويت شوية يروح للصيدلية تانية يصرف الدواء في نفس اليوم وتالتة ورابعة. الكلام ده كله كان على حساب الارصدة المقررة للمحامين اصحاب الحق في العلاج. تأملت في القصة دي ووجدت من واجبي وواجب النقابة ان احنا نضبط العملية، مش بقى للعرقلة، لا، لضمان حقوق كل محامي ومحامية أصحاب حق في صرف الدواء والعلاج. فأنا هقول لكم عن النظام الذي عرضته أمس على هيئة المكتب ووافقوني عليه، وسوف يتم مراعاته في صرف الأدوية والعلاج. يتقدم المحامي أو المحامية بطلب كتبه بيقول فيه مرفق روشتة طبية صادرة بتاريخ كذا من الطبيب فلان الفلاني بيقرر لي علاج 1 2 3 4، ومرفق صورة ضوئية مطابقة لأصل الروشتة. يقدم هذا الطلب عشان إذا كان في معلومات تتحط على الطلب، ثم يستحصل المختص على الصورة الضوئية للروشتة. هذا هو سنده في انه هو قرر او اجاز الصرف بناء على مستند دليله لديه، وهيبقى توقيع المحامي على صورة الروشتة او التذكرة الطبية بانها مطابقة للاصل الذي عرضه على المختص.
ويؤشر المختص على أصل الروشتة التي سيتركها للطالب أو الطالبة إلى الصيدلية لمراعاة ختم التذكرة الطبية بصرف الدواء وتاريخ الصرف. الكلام ده مش مبتدع، يعني أنا من عدة سنوات كنت في تولوز في فرنسا بعمل بركب، يعني بعد قسطرة تشخيصية وعلاجية ركبوا لي 3 دعامات في القلب، والدكتور فاجدي وعلى فكرة كانت على حسابي الخاص قرر لي أدوية، وأنا موجود في تولوز بروح الصيدلية عشان أصرف الدواء. الدواء ده مكتوب من طبيب خاص إلى مواطن أجنبي، يعني ما فيش أي جهة ممكن تتضرر إن أنا اتصرف لي أو ما اتصرف ليش الدواء، إنما النظام المتبع أتقدم بالتذكرة الطبية أو الروشتة حسب التعبير السائد إلى الصيدلية يديني الدواء ويختم على الروشتة بتاريخ الصرف. هذا الكلام هيمنع المتلاعب إنه ياخد ذات الروشتة ويروح لصيدلية أخرى يصرف الدواء مرة تانية. الكلام ده بقى هو لمقاومة الفساد، ومقاومة الفساد هي لصالح الأصحاء، هي لصالح المستحقين. ليه؟ لأن أنا برضو اكتشفت إن الروشتة التي تقدم قد تكون مضروبة ومزورة، وقد يكون الطالب قد تحصل عليها من التمرد، وقد يجوز أن تكون محل مجاملة من الطبيب، وقد يجوز أن تكون الروشتة طالعة بلا اسم فأخدها وأحط عليها اسمي. كيف يمكن الرقابة على هذا؟ الرقابة على هذا تتأتى من أن صورة الروشتة محتفظ بها لدى المختص، وهيبقى في ألم تحري من وقت الآخر ياخد عينة كده عشوائية ويستوثق من أنه هذه الروشتات صادرة من الطبيب المختص لذات الطالب الذي تقدم للصرف. فإذا ما ثبت أن هناك عبث أو تزوير سوف يسائل الطالب وكل شريك له بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة. ليس هذا افتراء على أحد وليس إعاقة لأحد، وإنما إعاقة للفساد وضبط الأمور، لأنه حينما تضبط الأمور ولا يوجه الصرف إلا إلى مستحقه، المستحق الحقيقي حيصل حقه. نمرة 2، ونحن نتطلع إلى رفع مستوى العلاج وسقف العلاج، ونتطلع أيضا إلى رفع مستوى المعاشات. لن يتحقق لنا هذا إلا بحاجتين: رفع الإيرادات وتكريس رفعها، سواء من خلال الأتعاب المحاماة وتحصيلها من وزارة العدل، أو من خلال الدمغة إلى آخره، وأيضا الاقتصاد في النفقات. أنا اللي عملته لغاية دلوقتي لغيت المؤتمرات والولائم والمآدب التي كانت تقام للاحتفال بألف أو ب أو جيم. هذا تخفيض في النفقات، وبنحاول ننعش الإيرادات، ولما باجي أقاوم الفساد بقفل باب ضخم جدا بتهدر فيه أموال حضراتكم، مش أموالي، دي مش أموال أبويا ولا أموالي أنا، دي أموالكم أنتم، فلما حافظ لكم عليها يبقى أنا برعى مصالحكم وبحافظ لكم على أموالكم علشان تستثمر وفاء بحقوقكم لدى النقابة العامة. هذا هو ملخص الأمر، وأرجو أن يتفهم الجميع أن هذا النظام هو لمصلحة المحامين ولمصلحة النقابة، وإيقافا لإهدار أموال نقابة المحامين وأموال المحامين، ووصول الدعم الطبي والعلاجي إلى المستحق الحقيقي له. هذا هو الموضوع الأول. أما الموضوع الثاني، كان النهاردة جاني إخبارية أن هناك من يريدون عمل وقفة في نقابة المحامين احتجاجا على عدم قبول طلباتهم للقيد ضمن التعليم المفتوح، بقالة إنهم لم يحصلوا على الثانوية العامة، وشايفين انه هذا الشرط يجب انه حاصل على اجازة الحقوق، وانه لا محل لتطبيق هذا الشرط.
الذين يتصورون هذا ما أروش قانون. لو أروا القانون قانون المحاماة ورأوا قانون وأروا قانون تنظيم الجامعات كانوا حيعرفوا أنه لا محل لا للاعتراض ولا على الوقفة الاحتجاجية ولا على اعتبار موقفنا منهم موقف ظالم. ليه؟ نشوف كده المادة 13 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019. مش أنا اللي حطيتها، هذه المادة أصدرتها السلطة التشريعية المصرية ممثلة في مجلس النواب بناء على مشروع قانون تقدم به إليها النقيب السابق. بتقول إيه المادة 13 من قانون بقى المحاماة المعدل بالقانون 147 لسنة 2019؟ بصوا حضراتكم، يشترط للقيد في النقابة الحصول على شهادة الثانوية العامة أو على ما يقابلها من إحدى الجهات الأجنبية وطبقا للقواعد المقررة في المعادلة، واثنين الإجازة الحقوق. في ناس متصورة يقول لك الله، يعني إيه يعني؟ يعني ايه انا ما انا معايا دبلوم مثلا قبل 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 اجازه الحقوق؟ ليه ما يعتمدش يعني؟ وليه اجازه الحقوق ما تجبش شهاده الثانويه العامه؟ اقول له النص يحكم، واقول له ان هذا النص انما هو تطبيق صائب ورشيد لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه، القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها. شوفوا حضراتكم المادة 75 من هذا القانون، يشترط قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس واحد أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي إلى آخره. يبقى الشرط ده اللي قررته المادة 13 من قانون المحاماة المعدل بالقانون 147 لسنة 2019 موجود في قانون تنظيم الجامعات في المادة رقم 75. هنا بقى إجازة الحقوق تختلف عن أي شهادة أخرى. قانون تنظيم الجامعات سمح بالنسبة لكليات التجارة وكليات الزراعة ومعاهد التمريض وكليات الآثار ببعض الترخص الذي لم يسمح به بالنسبة لإجازة الحقوق. الفقرة الثانية من المادة 75 بتقول يقبل كذلك في كليات التجارة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية التجارية، هذا لا نظير له بالنسبة لإجازة الحقوق، وفي كليات الزراعة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية لا نظير له في كليات الحقوق، وفي كليات الهندسة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية لا نظير له في كليات الحقوق، وفي المعاهد العالية للتمريض الحاصلات على شهادة التمريض العام لا نظير له في كليات الحقوق، وفي كليات التربية والبنات الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات بنوعيه لا نظير له في كليات الحقوق، وكذلك يقبل الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية التجارية أو الثانوية الصناعية أو الزراعية طبقا للي أنا قلته، ثم كذلك يقبل بكلية الآثار الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية شعبة ترميم الآثار. هذه الاستثناءات المقررة لهذه الكليات لا يوجد لها استثناءات مقابلة بالنسبة لإجازة كليات الحقوق.
يبقى لا يد لنا ولا نملك، أنا لا أملك أن أقبل قيد طالب حاصل على إجازة الحقوق، تعليم مفتوح أو تعليم منتظم أو انتساب، ما لم يكن حاصلا على شهادة الثانوية العامة. في ناس يقول لك أنا معايا حكم قضائي، وفي ناس يقول لك طب ما هو في ناس عندكم، لو أرى قانون المحاماة هيلاقي أنه لا يسمح باستمرار القيد في جداول النقابة لمن طرأ عليه فيما عدا الكشف الطبي ما يسحب منه أحد الشروط اللازمة للقيد في نقابة المحامين. أرجو أن يكون أبنائي وبناتي من الحاصلين على إجازات الحقوق تعليم مفتوح أن يقبلوا عذرنا في أننا لا نملك أن نقبل في جداول القيد بنقابة المحامين الحاصلين على هذه الإجازة والذين لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة. هذا هو ما نملكه، وأردت إيضاحه لكم مع أطيب تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.